اهلا بيكم في كواليس يلا كوره الناس كلها تايهه اتحاد الكوره رايح على فين ومين مع مين والناس محتاره كده فمحتاجه الناس تفهم شويه انه الامور ماشيه زي داخل اتحاد الكوره كابتن احمد شوبير قال انا هترشح رئيس المهندس هنا بوريده هيترشح رئيس ناس كتير في القايمه دي وناس كتير في القايمه دي وفي ناس بتشتغل عامل مزدوج ناس هنا وناس هنا الامور دي لسه هتتضح الفتره اللي جايه اكتر ما نسبقش الاحداث لكن في لائحه بتتعمل اللائحه اللي بتتعمل فيها بعض الشروط اللي الناس شايفاها صعبه او بنود البند الاول بند تعارض المصالح بند تعارض المصالح اللي بيقول انه ما ينفعش تجمع بين عمل يتعارض مع المصلحه داخل اتحاد الكوره يعني تبقاش ما تبقاش اعلامي ومتبقاش عضو مجلس اداره في نفس الوقت ما تبقاش راجل شغال وكيل لعيبه وفي نفس الوقت تشتغل عضو مجلس اداره ما تبقاش حد شغال في التسويق وتشتغل عضو مجلس اداره ما ينفعش دي دي تمضي نفسك دي عامله مشكله وازمه شويه وده كان اهم الاسباب ان الكابتن شبير يطلع في الوقت ده ويقول انا هترشح رسميا لرئاسه اتحاد الكوره عشان الكرة اللي في ملعبه تروح الملعب الثاني عند المهندس هاني ابو ريده فبالتالي هل هنقعد يبقى في قعده صلح؟ هل هنتكلم من جديد؟ هل هنرتب ورقنا؟ لان القوتين لو دخلوا قصاد بعض في صراع امام 100 نادي فقط بعد ما كانت 254 نادي هتبقى الامور صعبه داخل الكره المصريه وهتبقى حرب شرسه لان ده هيستقطب رجاله ده هيستقطب رجاله بحيث ان كل واحد يعمل قايمة يقدر ينافس بيها ولكن وصول المهندس هنا ابو ريدة او انه الكلام اللي بيدور في الكواليس ان هو في نية للترشح لرئاسة الاتحاد الافريقي اعتقد ان هي هتزود فرصه من رئاسة الاتحاد المصري عشان يبقى على ارض ثابتة ففي الحالة دي الصلح هيبقى صلح منتظر ومن معلوماتنا احنا عارفين ان في صلح قريب وفي وسطاء بيتكلموا في الموضوع دوت لكن الاهم كمان في اللائحه اللي بيعملها اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه دلوقتي بند مهم جدا انه تعليمات الفيفا بتقول انه لو في لو هيبقى 11 عضو لازم يبقى فيهم ثلاثه مقعد نسائي لو ثمان اعضاء فيهم لو تسع اعضاء فيهم اثنين مقعد نسائي لو سبع اعضاء لازم مقعد نسائي ودي تعليمات الفيفا لتعظيم دور المراه في مجالس الادارات وهم شغالين على الكلام ده طيب في كمان بنود تانية هل بند الثمان سنين هل هيعملوه بند ايه يعني التفكير الاخير ان هم يعملوه بند 12 سنة وبلغتنا كده تاخدهم كاش او قسط زي ما انت عايز يعني يعني انت لو خدت ال 12 سنه ورا بعض مفيش مشكله، خدت اربعه في اربعه في اربعه بعد كده مفيش مشكله، خدت ثمانيه عضويه واربعه المهم ان ال 12 سنه هم بيفكروا يعملوا ده وهم لسه الموضوع هيروح للجمعيه العموميه وهنقول لكم تفاصيل الجمعيه العموميه اللي غايبه عن الناس كتير بعض البنود كمان اللي بيتم تعديلها او بينو تعديلها في بند مهم جدا انه ما ينفعش ليك الترشح غير في حالات قليله جدا انك تكون لعبت كره درجه اولى انك تكون حاكم درجه اولى انك تكون عضو مجلس اداره لمده تزيد عن سنه عشان تتحسب لك دوره انتخابيه فبالتالي تترشح طيب هم اتحاد الكره بيفكروا افرض حد شاطر جدا في التسويق ليه ما نستغلوش في اتحاد الكره حد شاطر في حته معينه ليه ما نستغلوش فهم عايزين يفتحوا شروط الترشح بحيث انه الترشح في في عضويه مجلس الشعب مثلا وده مجلس نيابي من اهم المجالس داخل مصر او رقم واحد انه يكون قد الخدمه العسكريه حسن السير والسلوك الكلام ده كله طالما الشروط بتنطبق ليه ما يترشحش والجمعيه العموميه تقول كلمتها في الاخر؟ كمان انه اتحاد الكره اللجنه الحاليه انا باكد يعني ان هم ما عندهمش نيه الترشح لان خطاب الفيفا بيمنع ده بس في هنا ثغره معينه لازم الناس تعرفها، الثغره دي بتقول ايه؟ خطاب الفيفا بيمنع الناس دي ان هي تترشح لانهم لجنه بتدير اتحاد الكره وهتبقى اللجنه الانتخابيه المشرفه على الانتخابات اللي كانت هتتعمل في شهر سبعه ولكن الانتخابات خلاص مش هتعمل في شهر سبعه هتتعمل في شهر تسعه بعد نهايه الدوره الاولمبيه يعني تم ترحيلها شهرين المساحه دي او المسافه دي ممكن تبقى ثغره في الخطاب اللي جاي انت عديت المده بعد المده تقدر تترشح لو انت قدمت استقالتك بدري شويه بجانب ان القانون المصري ما فيش حاجه ان هي تمشي عليك كلمه او يقول ان انت ما تترشحش لان القانون المصري وسيادته داخل مصر بتسمح لك ان انت تقدر تترشح في الانتخابات اللي جايه واعتقد ان في البعض او القليلين جدا ان هم بتراودهم بعض الافكار ان هم يترشحوا لكن كنت اتكلمت مع البعض وعلى راسهم الكابتن محمد فضل وهو الراجل قال انا مش هترشح تماما علشان الناس تحترمني بخصوص اللي انا جاي عشان دي معظم الحاجات اللي بنتكلم فيها في كمان مشكله صغيره هتظهر على السطح خلال الفتره اللي جايه مباراه السوبر المصري عشان الناس تبقى فاهمه كاس مصر ومباراه السوبر ملك لاتحاد الكوره بالتبعيه ملك للشركه الراعيه لاتحاد الكوره لان الدوري ملك للانديه كاس السوبر حصل حاجه غريبه جدا اتباع يعني اتباع اتحاد الكوره لما مضى مع مجلس ابو ظبي باع بعض الحقوق من كاس السوبر فهنا الشركه الراعيه طب حقوقي انا فين رجعت اللجنه الخماسيه للعقد لقت انه العقد في حاجات كبيره لازم تفعلها اهمها انه مكان التنظيم حق الاتحاد الكوره انه التذاكر حق الاتحاد الكوره وفلوسها حق الاتحاد الكوره انه التنظيم نفسه اللي خاص بالمباراه والمكان زي ما قلنا ملك الاتحاد الكوره طب ايه هو بقى حقوق الشركه الراعيه البث التلفزيوني نمره واحد نمره اتنين الرعاه اللي هي عايزه تحطهم بقى او ان هو يطرعوا المباراه دي ملك للشركه الراعيه، حبينا نوضح النقطتين دول لان هيظهر خلاف كبير جدا الفتره اللي جايه ومين يبيع لمين ومين عنده حق ومين ما عندوش، يعني اتحاد الكره من هنا لحد شهر 6 و9 هنلاقي كلام كتير جدا، ليه شهر 6 و9؟ لانه شهر 6 هيتعمل جمعيه عموميه بس هتبقى بعد 30/6، ليه بعد 30/6 عشان تكون السنه الماليه خلصت، بنبدا سنه جديده، فاتحاد الكره يدعي ال 103 نادي او ال 105 نادي اللي هيبقوا في الجمعيه العموميه فقط، لانه لو عملها قبل 30/6 مجبر اخاك لبطل ان هو يعزم ال 254 ولو عزمهم الناس اللي هم ال 154 اللي هم شالوهم من الجمعيه العموميه هيجوا يرفضوا طبعا كل الاقتراحات فبالتالي تتهد الدنيا لا فهيعملوها بعد 30 6 وجمعيه عموميه للانتخابات في شهر 9 علشان نشوف مين اللي هيجوا يقعدوا على كرسي رئاسه اتحاد الكره المصري